هذا اليوم مشاعرها المختلطة، هكذا ربما أصفها. فلتتفضل خريجة ابتسام خالدي مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله ومن وفى. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. باسمي وباسم جميع زملائي وزميلاتي أرحب بكم جميعا. أيها السادة الأساتذة الأفاضل، كل باسمه وصفته، آباء وأمهات الطلبة والطالبات، المتخرجين والمتخرجات، أيها الضيوف الكرام، أهلي، أحبابي، أصدقائي وزملائي، تحية معطرة فوقها تقدير ومحبة، ونجاح يتلوه عطاء لا ينتهي. أقف الآن أمامكم لأعبر لكم عما يدور في خاطري هذا اليوم. الحمد لله للمولى الذي بلغني هذا اليوم السعيد الحافل بمشاعر لا توصف بآلاف الكلمات، مشاعر امتزجت الفرح والشكر لله عز وجل وللوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما. لكل منا أيام مشهودة تبقى في الذاكرة ولا يمحوها الزمن، ويأتي يوم التخرج ليكون اليوم الأسعد من بين تلك الأيام. لن أقول أن هذه السنوات كانت سنوات عادية بالنسبة لي، بل مرت قاطرة الدراسة والتحصيل العلمي بالكثير من العوائق والمتاعب، جمعت فيها بين الألم والأمل، بين الاستسلام للحظات اليأس والوقوف بقوة من جديد وبعزيمة من أجل تحقيق حلمي الذي طال انتظاره. من يعرفني عن قرب يعلم أن سنوات دراستي بهذه الكلية قد طالت لأكثر من 3 سنوات، وأنا أصرح بها اليوم أمامكم وبكل فخر. نعم، قد يكون تخرجي تأخر لسنوات لظروف صحية ومرضية ألمت بي في منتصف رحلتي الجامعية، واعتزلت فيها واعتزلت فيها مدرجات الدراسة وقاعات الامتحان، إلا أنني لم أستسلم للحظة واحدة حتى وأنا جالسة كرسي متحرك. كان دائما الكتاب هو دوائي وعلاج نفسي قبل دواء الجسد. أنا اليوم أقف أمامكم جميعا وبصحة جيدة الحمد لله، وأنا كل فخر واعتزاز أنني لم أترك مجالا للمرض أن يأخذ مني تحقيق الحلم الذي لطالما تمنيته. وكم من ليالي التي حلمت بها بهذا اليوم، اليوم الذي أرى فيه أعين أمي وأبي تغرغر بدموع الفرح والاعتزاز بي. سهرت يا أمي، سهرت يا أمي وأنا طفلة صغيرة بالأمس، وها أنا اليوم طالبة متخرجة في شعبة القانون الخاص، وغدا إن شاء الله سترينني في أعلى المناصب بإذن الله. فلتفرحي يا أمي، فلتفرحي بنجاحي يا أمي، فدموعك والله غالية. أما أنت يا أبي، يا سندي الأول والأخير بعد الله عز وجل، هل تذكر وعدي لك وأنا طريحة الفراش؟ ابنتك اليوم طالبة مجازة في شعبة القانون الخاص، تطرق باب مباراة الملحقين القضائيين. أهدي تخرجي اليوم إلى والدي الحبيب الذي مدني دائما بالحب والحنان ولم يقصر يوما من عطائه ماديا أو معنويا، فلولا تضحياتك يا والدي لما كنت قد بلغت يوما ما أنا عليه اليوم. إلى أمي الحبيبة، إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها، والتي أرى في عينيها شوقا للحظة تخرجي الذي كان أكبر أحلامها. إلى أخواتي وأخي العنقود وآخر العنقود، أخي الغالي الذي كانوا دائما السند لي في سبيل استكمال دراستي بالرغم من المعاناة التي ألمت بي. كما لا يفوتني أن أنوه وأقدم جزيل الشكر باسمي وباسم جميع زميلاتي وزملائي، وأقدم جميع زملائي إلى جميع أساتذتنا كلهم بصفته واسمه.
الأجانب الذين تتلمذنا على أيديهم طيلة هذه السنوات، وكانوا دائما يمدوننا بتوجيهاتهم العلمية التي أثرت بشكل إيجابي في تكويننا الجامعي. وفي الأخير أريد أن أقدم نصيحة للطلبة المقبلين على بداية مسيرتهم: لا تتركوا مجالا للظروف أو المرض أن يهدم أحلامكم. آمنوا بأنفسكم وقدراتكم، وتحلوا بالصبر والعزيمة والجد والمثابرة، ولا تتركوا مجالا لليأس أن يتسلل إليكم، وأنا على يقين أنكم ستصلون بإذن الله. أهديكم جميعا تخرجي هذا، وأقول لكم مرة أخرى شكرا جزيلا لكم، وأدعو الله عز وجل أن ينير طريقكم ويطيل في عمركم ويرزقكم الصحة والعافية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.